السلام عليكم ومرحبا بكم. هو أنه محكمة دار البيضاء اللي كتشوفوا فيها لور هذه المحكمة قال لك أدانت محكمة الجنايات هذه الابتدائية بالدار البيضاء يعني جزائر العاصمة أدانت غيابيا البارحة لا اليوم الخميس ظهر يوم الخميس كل من محمد زيتوت هشام عبود وامير بوخرس المدعو امير ديسات بعقوبه 20 سنه سجن نافذ مع تأييد امر القاء القبض الدولي في حقهم لمتابعتهم لجنايه الانخراط في تنظيم ارهابي يستهدف امن الدوله والوحده الوطنيه واستقرار المؤسسات وسيرها. كما أدان ذات المحكمة بنفس الحكم كل من المتهمين صخري عبد الرزاق طهاري مراد بولحليب رؤوف مع تأييد أمر إرقاء القبض الدولي في حقهم أيضا. أرون نحكي وشني هذا هو نهار 24 أكتوبر اللي فات كانوا حكموا عليا أنا يا وأمير ديزاد وزيتوت كانوا حكموا علينا باش نسنا حبس في نفس المحكمة هذه في نفس المحكمة تاع دار البيضاء حكموا علينا ب 20 سنة سجن. واش لي التهمة؟ نفس التهمة هي المساس الانخراط في منظمة إرهابية وكثاو سمعت يعني الإرهاب كان حاطين معنا حد يقولوا محمد المنصوري وكذا ومجموعة أخرى وكان معنا محمد عبد الله داروا له 15 سنة أو 10 سنين حبس. المهم هادو يعني نهار 24 أكتوبر زدتهم أخرى تاع إرهاب توجور يعني ما فريتوهاش هاتهم هذا الإرهاب ما كملتش زادوا اليوم نفس المحكمة ولكن شوية خطرة اللي معانا تغيروا زادونا صخري عبد الرزاق ظهاري مراد بولحليب رؤوف وهذو على حساب شوفارهم في الخارج لأنه يقول التأييد أمر إلقاء القبض الدولي في حقهم. كيفاش الناس ما نعرفوهمش؟ أنا شخصيا ما نعرفوهمش يعني أنا شو من كامل هذا الآخر كان غير أمير ديزاد مدة وحنا نعرف بعضنا ونحبه ويحب وسمعت هذه نديروا الإرهاب أنا وأمير ديزاد والله العظيم ما لناش داعي إرهاب. أنا لو كان جيت لخاني مختص في الإرهاب نعرف يعني بحكم المناصب اللي تقلدتها كان الإرهاب الدولي تاع لي طاباس تاع الحاجة نيفو عالي وحزب الله وكذا تاع نيفو عالي ماشي تاع المحشوشة مانيش تاع المحشوشة أنا فوالا. دونك زادونا هادو واش التهم اللي خطرت أن الانخراط في تنظيم إرهابي. أنا يا ولدي كان جاي يعرفو شوفوا لي حاجة أخرى أنا ما انخرط لا في حزب لا في تنظيم لا في حركة العسكر وما قدرش انخرط فيه في ما قدرتش انا روبال قداش اخر شوفوا لي حاجه اخرى يا بغالون. هذه الانخراط في تنظيم ارهابي يستهدف امن الدوله والوحده الوطنيه واستقرار المؤسسات وسيرها. الو راه هنا شوف كيش سيدي زامبيسيل تاع الصح اغبياء تاع الصح هنا واش يحطوا كيقول لك يستهدف امن الدوله والوحده الوطنيه واستقرار المؤسسات خلاص سولي بوليتيك هنا الانتربول يتنشرهم أول مذكرة توقيف دولية داروها لي في 2017 واش حطوا لي فيها؟ لا 2013 يحطوا لي فيها المساس بأمن الدولة المساس بالوحدة الوطنية المساس بالوحدة الترابية المساس بحسن تسيير مؤسسات الدولة أربعة
من خلال وما حطوها ما حطوليش تعيرها بمساس من خلال تصريحاته للصحافة الدولية أوتوماتيك ما وصلت عند انتربول طيش. أنا ما كنتش عارف باللي داري لي هاد الأخ فرنسا نمشي لأن في فرنسا جميع حبتوني روح لإسبانيا روح لباقراس روح لطاليان لابلغار نقدر نحوس جميع حبتوني قالوا لي إيه في 2017 رحت للمغرب المغرب يحبسوني إيه يقول لك عليك مذكرة توقف دولية غير الخير إرهاب وكذا لا ما قالش قال عليك مذكرة توقف بون قاعد يحوسوا عيطوا للانتربول قال انتربول لا احنا مطيشين هذه هذه رجوتي بعد قالوا لي ها ليكون دونك رجوتي يلزم تسيب دونك واش يديروا كيما صابوليش هذا اللوح والهم اللي راه في الحبس وسعيد بوتفليقة راهم في الحبس قال لك شوفوا واحد ندير واحد اخرى الهجرة السرية كي يطيش انا ما نديروا الهجرة السرية الهجرة السرية كيف كيف قال لي نفس الشيء في المغرب يحبسوني انا خارج دخلت على دو فوا ولا تروا فوا المغرب دخلت على طنجة دخلت على الناظور دخلت على مراكش شامي حبس من هذيك الضربة الأولى في 2017 عام من بعد لما با في فيفري 2018 أنا خارج من المطار تاع الدار البيضاء حبس عندك إشكال واشكو واش قال لك كان دايرين علينا شافوا كيف كيف يبعث للانتربول ليون وكذا وحبس يبعثوا قلهم خروطو تو سكي فيان دالجيري سي نول اي نون افي قلت له مش دايرين لي تهمة قال لي حاطين لك الهجرة السرية وبعد عدو يضحكي قال لي كاش انت عندك جواز جزائري وعندك بطاقة إقامة في فرنسا وين من الهجرة السرية إيه أون بليس ماشي بلادك اللي تتهمك بالهجرة السرية البلاد اللي تروح لها هي اللي تقول عليك الهجرة السرية دخلت المغرب بدون جواز سفر ولا رحت فرنسا ما عندكش إقامة ولا هذيك الهجرة السرية بلادك ما تقدرش قعدوا يضحكوا والله قعدوا يضحكوا عندهم الحق يضحكوا انا ثاني ضحكت بيان نفس الشيء اليوم درك يدير هذه تنظيم ارهابي يستهدف امن الدوله والوحده الوطنيه والسيريه هبينا بلي بوليتيك الاولى يرفضوها يرفضوهم دونك هذاك مذكره التوقف الدوليه ويبهدلوا في رواحهم ياك تشوف كل عشيه نجي نفضحهم كل عشيه نجي نفضحهم داروا لي 100 مذكره التوقف شوف عندي 10 سنين في محكمة بسا مع مذكرة التوقيف الدولية 7 سنين في محكمة الشراقة مع مذكرة التوقيف الدولية 10 سنين في محكمة بير مراد رايس مع مذكرة التوقيف الدولية 20 سنة في محكمة دار البيضاء مع مذكرة التوقيف الدولية 20 سنة واحدة أخرى مع مذكرة التوقيف يعني بليس أشمو هذا واش نقول لهم هاي قدام ربي وعباده لا عندكم جرام مليح جرام او ذره جرام بزاف عليكم ذره تاع دليل اللي انا منخرط في تنظيم ارهابي وانا ارهابي خويا مدوه للقضاء الفرنسي انني عايش في فرنسا مدوه للقضاء الفرنسي مدوا الميل في القضاء الفرنسي والقضاء الفرنسي حاكمني بشني عايش في فرنسا يعني نمارس في الإرهاب في فرنسا دونك غير نمارس الإرهاب في الجزائر لا نمارس في فرنسا يوقفوني ويحاكموني ديروها تشيك يا وادي شفتوا البلاد اللي سيروها العراية بلاد اللي يسيروها العراية هاي انتصر جيت تتهم الرجال بالإرهاب تهم الناس هذا إرهاب هذا كذا المرة الأولى قال لك الانخراط والتسيير والتمويل وتصوير وما نعرف واش يجبد سيبوش لا هذه دولة زعما كاش دولة في الجزائر على كل حال لا هذه العصابة الحاكمة ولا كلابها الشاردة ولا جرذانها النتنة ما قدروا يجدوا عليها جرام جرام قاعدة في الفراخ تاع المقبيل والله هذه نسيت باش نقولها
في اخ مصطفى دحماني، هو من الاوائل اللي دخلوا في التعاليق، ضبط عليه طلع في الاول قبل ما نبدا، يقول لي السلام عليكم، مساء الانوار، مدنيه ماشي عسكريه، ما ردك على فلان؟ اعطى لي اسمه الذي ذكرك باسمك. شكون هذا؟ عمري ما سمعت به. يذكرني هذا نكره، انا عالم، انا عالم، انا معروف، انا نمشي في الطريق الناس تحبس تسلم عليا، سواء في فرنسا، في اسبانيا، في المغرب، في الجزائر، وين نروح؟ وين نروح؟ الناس تعرفني انا عالم. وتقول لي وحده ذاكره ذكرت بلي، واش قال عليا؟ لا ذكرني، يعني تقول لي ردك عليا وقال كلام ماشي مليح، شنو يقول على روحه؟ لاني انا عادي، يعني درت شغل واحد جرد منتن يظل يهبهب ما نردش عليه، ماش تحسب لاني انا عندي مستوى اخر. السيفي ديالي فيه صفحتين ونص، السيفي ديالي فيه صفحتين ونص، جرد هذايا ولا هذا اللي تكلم عليه سيهم خونا مصطفى الدحماني، شي يكون واحد ما يسمع به، واحد ما يعرفه، يرازي الحيوط كما الجرد يرازي الحيوط، مزيكو مزيكو معنا. لا انا معروف سي محمد، انا كنت اطار، انا كنت اطار في جهاز الامن، نعرف شخصيات وزراء جنرالات قيادات دوليه جزائريه، انا كنت قاعد مع ابو اياد ومع ابو جهاد الله يرحمه، مع ابو عمار، احنا قاعد معاهم. شتي واحد جرب باش يتكلم نرد عليه، كان يبول في سروالو كيفاش يسمع بيا؟ شنو دونك هذا النكره كيف كيف؟ هذا هو الشيء اللي يخلي هذه العصابه هذه كيفها، كي الانذال تاعها، كي هذا الجردان تاعها، مستوى يتكركر، ما يقدروش ينالوا من سمعتنا، ما يقدروش ينالوا من مصداقيتنا. تعال درك كي تجي تسبني راح الناس تصدقك ولا راح تاثر فيها، يزيدوا يكرهوك، تزيد تطلع لي درك هذه الاحكام هذه راهي تزيد لنا في الشان، على لق ثانيه لا 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 تزيد لنا في الشان، تزيد تطلع بينا، تزيد لنا قيمه، ينعم راهي تزيد لنا قيمه وتنقص من قيمتهم هما، وتنقص من قيمتهم كما قال في عشر العشر، قال له ربي تسمى راهو ينقص لكم من قيمتكم ويزيد لي في قيمتي، انتم راكم ديروا فيها بيديكم لانكم اغبياء، لانكم اغبياء، ما كنتمش اهل للمسؤوليه، ما كنتمش تاع المناصب اللي راكم اغتصبتوها، المناصب هذيك اغتصبتوها خديتوها بالسيف، واحد كيما تبون ما تصيحلوش، وكان جات الجزائر دوله ما تصيحلوش بلونطون في قصر المراديه، بلونطون ما تصيحلوش في قصر المراديه. اه ربي يقدر الخير بلادنا، ربي بعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمة الله. عشرية وحنا خرجنا بالسلمية، اعتقلوا قاع الصوالية كي قلنا لهم مدنية، يسقط يسقط حكم عسكر.